راح اعمل تجربه بميرا، بس بدي اشوف ردة فعله، ما بدي شيء ثاني. اوكي بدي اشوف شو صار على موضوع ها ابيش. خليني اقول لهم شيء، لازم اقول لهم شيء ما تسمعي الا هيا. اوكي انا حاليا هي موجوده هون، فحابه اشوفها شو رح تعمل اذا طالعتها وقلت لها الكلمه هاي السريه. هي حاليا ميرا هون. ميرا تعالي بدي اشوف رد فعلها. والله كثير متحمسه. صار لها زمان ما اخذت. قديه؟ شهر؟ اكثر من شهر لسته. ميرا لوك، this is هيا. what شو هيا جيبي يا بنتي. وات يلا خلينا اعطيها اشوف شو بتعمل. جيبي is hot spicy. اعطيها ايه طيب. سبايسي. هي نسيانة انه هي سبايسي، خافت انه هي سبايسي. بدي اياها تشوف انه ما تاخده. اعطيها يا طيب. لازم هي اعطيها بايدها. لا لا عم تحطها بتمنى. عم بتجربها بس. لا ايه بتجربها. لا بدها تحطها. شوفي جيبي يا عمري جيبي. ماما ما نسيتي الا هاي. هات يس هي هات. ما يصير ناخذ هات، هي سبايسي. سبايسي يس. خلص فينش لهاي، راحت يا عمري. هات حبك الآي، حبها الاول لهاي. والله ما نسيتها وما راح تنساها. ما صار لها زمان مشان هيك يعني. بحس صار لها، مو صار لها اكثر من شهر. انه ما لا جيبي. هلا زعطيها مستعده ترجع عليها. بس الحمد لله انه فطمنا ميرا من لهاي. هلا هي رح اكبها. ما بعرف ليش كبيت خمسه. بتعرف في كمان وحده بالغرفه؟ كثر ما كنا بنشتري لهاي لميرا، لانه كانت احسن شيء اسمه لهاي. فكل الاماكن في عندنا لهايات، الغرفه اربعه، الصاله خمسه، غرفه النوم اثنين، كل مكان بتلاقي بالحمام جوا الكرسي بتطلعوا شو اسمه لهاي. المهم هي الاخيره، في وحده كمان بالغرفه راح اكبهم وخلص بيكون عندنا ما في ولا وحده، تكون خلصنا منها. انا خلص قررت عن جد انه انا تعبت وما عاد اسمع كلامك، لانه انا ما عم بعمل شيء من وراك. بدي اقلع سن ضرس العقل. انا عم يوجعني. ما انا اللي بقرر حبيبي. اكتبوا لي يعني انتم في حدا مثلي عم بيعاني، لانه انا ضرس العقل ما عم يطلع يعني، بس هيك طالع هون، طالع اكثر من هون. هون بس طالع هيك جزء منه صغير، وهون طالع انه كميه من طالع نصه بس. كل يوم مورم يوجعني وما بعرف شو عامل لي مشاكل والله. انا كم مره رحت على الدكتور؟ بدي اشيله. كم مره رحت ما عم يسمع يعني، لو هو طالع وهيك اوكي بخليه. اقول كم مره رحت على دكتور اسنان وانت ما رحتي معي؟ روحي معي. دكتور اسنانه بابو ظبي، نحن كثير بعد عن ابو ظبي يعني، ولا ولسه شوي ابعد بابو ظبي، هيك نهايه ابو ظبي يعني ساعه ونص طريق مشان بس اروح اساله اقلع سني ولا لا. لانك مو انت كمان مفكره تعملي تقويم؟ شوف لك يا اذا محتاجه. حاليا مورم عندي وعم يوجعني وكثير مزعج، حتى لما بدي افرشي اسناني بيوجعني، اذا بدي اكل بيوجعني، لاني مورم. قد ايه صار عمري؟ 26 سنه ونص. هلا بعد ولحد الان ما طالع. طب انت مفكر تطلع يعني؟ احيانا ما بيطلع. لما اموت؟ احيانا السن العقل بيطلع. كل حال انا بعد شهرين عندي موعد. لا هو انا مبين علي رح يضل هيك، ما حيطلع اكثر. اذا بدك روحي معي يضل يورم. شوف لك يا بشل لك يا بشل لك شو اسمه لسه الموجوده فوق. او نو لا بدي اشيله. على فكره الشيء الاصعب عن جد؟ انه يشل لك لسه فوق السن. والله؟ ايه الشيل رح يكون هيك. في حدا شايل ضرس سن العقل؟ اكتبوا لي، كثير حابه اعرف هيك التجارب تبعكم لاني محتاجه هالشيء. في حدا كان عنده نفس حالتي اللي هي بيضلوا يورم وما بيطلع؟ ولا بس انا هيك؟ حبايبي مو قبل شوي قلت لكم انه انا حكيت عن الشالات، ما بتذكر شو قلت، بس المهم
انه انا غيرت الشال. صحيح شالاتي حاليا بفوضى، اوكي كلهم معلقين هيك فوق بعض وغير مرتبين، عشان هيك وصيت على شيء من امازون بيرتب الشالات، تعاليق للشالات انه لشيء تاني، بس انا حستخدمه للشالات. شفت واحدة هيك على تيك توك عم تستخدمهم وحسيت شكلهم كتير مرتب، فوصيت 65 وحدة. تخيلوا 65، لا 35 ضرب 2 قدي 70، 70 وحدة. ف بس يجوا، لحد الان ما اجوا، بكره راح يجوا. اي انه كاتبي لي بالهي بالابلكيشن انه بكره جايين، فبكره راح ارتب شالاتي واخيرا. بس اي ثينك انه انا عندي اكثر من 70 شال، صح هيك انا حاسه. بس اذا عندي يعني اكثر من 70 شال، وانا متاكده انه عندي اكثر من 70، يمكن يطلعوا 90 او 100، ما يعني ما عدتهم، بس انا احصائياتي بتقول انه اكثر. فاذا طلعوا اكثر I will احط يعني اثنين فوق بعض بنفس التعلقة. It's okay. وبتعرفوا شو كمان رح اعملون؟ شايفين تدرجات الالوان؟ رح اعمل نفس الشيء. شايف لما هيك يحطوا تدرجات الالوان؟ انه الاغمل الافتح للهي نفس الشيء. شالاتك كلهم هيك مكبوبين يمين شمال. ايه. ومرتبين لاني كتار. صح. فانت بدك شيء انه كل هالشالات يجتمعوا بمكان واحد. فانت كيف جايبه 70 قطعة؟ شو هدول القطع الجايه؟ 70 تعلقة للشال. كلام ما رئيس حبيب. ليه؟ ما حلت المشكلة، انت بدك شيء يكون هيك بتعلقة واحدة. بحيث كل لا هذا ما بحبه، لأنه يعني كان عندي وحدة وجامعتهم فيها وهيك صاير فيها دوائر، بس كان المكان الموضوع مو مرتب، يعني هيك إذا باخذ واحد بيطلع 10 معه وما بعرف شو، فكان صعب. فهي حبيتها أكثر هي الحركة. البارحة شفت بنت عاملة هيك، والله تيك توك بيعطي أفكار مو طبيعية والله، إنه بيفجيك. هم يسعوا عندك، بتعطيهم مكان يسعوا. هلا إيه رح إن شاء الله يفصلونا خزانة إن شاء الله. إن شاء الله يوسعوا. وحاسة إنه بدي أروح مرة ثانية أشتري شالات، شو رأيك أنت بالموضوع؟ برأيك لا صح؟ من فترة بس كنت رايحة واشتريت شالات، وحتى رحت كان ما في ألوان جديدة أشتريها يعني. فبس حاسة إنه في يعني مثلا عندي لون الأسود لحد الآن، عندي نوعين منه، عندي أربع شالات سود بس نوعين. النوع الشيفون اللي كتير خفيف اللي بيتحرك كتير وهذا ما بحبه، والشيفون اللي كتير سميك وهذا كمان ما بحبه، أنا بحب اللي بيكون بالنص. ففي عندي أقمشة، أنا عندي كل الألوان، بس في عندي أقمشة مش مهمة. هلأ خليني أرتب اللي عندي. أول شيء لك مع الشركة يزبطوا لي القماشة اللي بديها والدرجة والهي، صح؟ عم تتمسخر يعني على اساس هلا انت انه ويضحك الموضوع؟ المفروض تضحك. لا ما حتضحك. المفروض الله يلمك اكثر من الموضوع. حلو هذا الفلتر؟ عندين؟ عادي ما في شيء. في حدا هون شايل الاضراس العقل الاربعة. واو انت شجاعة وانا بحييكي على فكرة. اربعة مرة واحدة؟ انا الفوق ما عندي. أصلاً شو اسمه؟ عقل، ضرس العقل. بس عندي تحت هاد شبه طالع يعني 100%، يعني تقريباً 70% طالع و 30% لسه جوا وبيضل يورم بين فترة وفترة. وهاد بس راس السن مبين، وآي ثينك إنه خلص ما عاد يطلع، يعني خلص هيك ستوب. هو أصلاً حيكون ضرس المدفون، في هيك شيء اسمه ما بعرف، قريت عنه على الإنترنت إنه مدفون بيكون. فهاد بيضل ما بيطول، بس ممكن يأثر على الأسنان اللي هون الثانية لتحت وهيك، فممكن بيعمل مشاكل، وغير انه هو بيورم اللثة من تحت وبلا بلا بلا. فأي ثينك انه انا رح اقلعه او اشيل اللثة اللي حواليه. بس شوفوا انا بدي اشيل الضرس وبدي بعدين احط تقويم. انا اسناني من تحت فيها فراغات، من فوق اوكي يعني ما بحس محتاجة، بس من تحت I think I need، فلازم اشيلهم واحط تقويم. عندي كتير شغل بسناني وبده كتير وقت، وانا بصراحه مو حابه اعمل فينيرز اللي هي سمايل هوليوود سمايل، لانه انا مشكلتي الوحيده بتنحل انه الاسنان التحت تنحل بالتقويم بس. فيس بس انا ما عم بحط تقويم، لانه بحس الواحد بس يحط تقويم بيطلع شكله ما حلو. يعني انا لما بشوف حدا حاطط تقويم انه ما بيعجبني المنظر بصراحه. يا مامي
جيبي ريموت يلا روحي جيبي ريموت. فما بنعجب بالمنظر ابدا. تتخيلوا هيك انا بدي احطه واضل عايش عليه 6 أشهر وممكن احط فوق كمان لانه ايه والله شايفين موضوع بيضحك فعلا لانه من امتى من اول ما فتحت سناب قلت لازم ادور على ملوخيه ما بعرف ايش ملوخيه بالاخير جبتها بصراحه ما عجبتني هي الملوخيه ما بعرف كانت كان فيها هيك شوي عيدان ويعني انا اللي بجيبها عاده كان ما فيها شيء تجي جاهزه بس الورق حتى الورق هيك كامل بيكون كتير طيب اللي بجيبه عاده بس هي ان اضطريت اجيبها المهم هذا النوع الجديد المهم اكلنا عبينا الكروش وخلاص حبيبي هات فينا نعتبره انه هو عشاء لانه نحن اكلنا انا وسيماند بالسوبر ماركت اللي كنا جوعانين ففينا نقول اتغدينا فطرنا سلاش اتغدينا بالسوبر ماركت فهاد عشاء لانه هلا الساعة 10:30 سو يعتبر عشاء وات اوكي هلا بتعرفوا شو اجى عبالي بعد الاكل اجى عبالي اجرب هي وصفة التيك توك اللي قلت لكم عليها اللي هي المخلل مع التاكيز هي الوصفة اكيد بتعرفوها انتم واذا ما جربتوها جربوها معي اليوم نكتشف هيك مع بعض كيف طعم الوصفة هي الغريبة انا بحب عادة شوفوا انا كشخصية عادة شوفوا انا عادة بحب هي الاشياء اللي هيك تكون شوي خبيصة بحب اجرب وبحبهم يعني هيك طعم لانه انا مو هيك انه لما بيجي الموضوع على الخبيصة I love to mix احب هيك امزج الاشياء مع بعض حامض مع حلو مالح مع حلو